في مباراة دراماتيكية جمعت ما بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي للمحترفين، شهدت 7 أهداف يا جماعة، 4 منها للمنتصر الشباب و3 منها للخاسر الأهلي. الشباب يزيد غلته من النقاط إلى 31 نقطة ليقع في وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد. الشباب في هذا الموسم يا جماعة استطاع أن يحقق الانتصار على الاتحاد وعلى النصر، واليوم أمام الأهلي وأيضا تعادل أمام الهلال. إذن من بين الكبار لم يستطع أحد أن يطيح بالليث الأبيض. اليوم المباراة كانت قوية وجميلة للغاية، بدأها الشباب بطريقة رائعة للغاية وسجلوا 2 هدف متتاليين خلال 2 دقيقة فقط يا جماعة، ولكن الأهلي لم يرضى أن يخرج بالشوط الأول بالخسارة واستطاع أن يعود بنتيجة اللقاء لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2. في الشوط الثاني الأهلي ضغط بشكل أكبر على الشباب وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق عبد الرحمن غريب، ولكن الشباب عاد مجددا ليسجل الهدف الثالث والرابع. بانيغا وإيغالو وهتان بهبري وكتيبة الشباب اليوم كانوا بأفضل حال واستطاعوا أن يقتنصوا هذا الانتصار الثمين أمام منافس صعب بحجم الأهلي. إنه انتصار مهم جدا لكتيبة اليوث في المنافسة وأيضا المصارعة على صدارة ترتيب الدوري مع العميد الاتحاد الذي يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة فقط مع وجود مباراة مؤجلة لنادي الاتحاد أمام الهلال. برأيكم مين كان أفضل لاعب في هذا اللقاء؟ شاركوني بالتعليقات، تحياتي لكم.